الله يعطيكم العافية، وهذه طريقتي. جدر على النار ونشوح اللحم على نار عالية لما ياخذ اللون اللي تشوفونه. تالي راح ننزل البصل المفروم ونسكر عليه لمدة 10 دقائق. بعدها راح ننزل البهارات الصحيحة اللي راح أسجلها لكم تحت والماي المغلي، ونسكر عليه لما يستوي اللحم بشكل كامل. جدر جديد وزبدة وشوية سمنة، وننزل ثوم وزنجبيل مدقوقين، وننزل مكعبات البيديان المقلية نص قلية وعليهم الصبار أو التمر الهندي والكزبر المفروم والبهار المخلوط. نقلب تمام ونسكر عليه ونتركه على جنب. نرجع للحم، وبعد ما نضمن أنه استوى ماي السلق نصفيه ونحتفظ فيه، ونرجع بنفس الجدر ننزل العيش والماش ونقلبهم مع بعض، وننزل عليهم ماي سلق اللحم ونوزن الملح ونسكر عليه لما يستوي. ننهض العيش بهالطريقة ونبدي نجهز حق التقديم. جدر جديد وننزل حمسة البيديان بالشكل اللي تشوفونه وعليها اللحم اللي رفعناه من ماي السلق، نلحفهم كلهم بالعيش والماش ونكتم لمدة ربع ساعة على نار متوسطة، وهذا هو جاهز للتقديم. وسهمكم العافية.